بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الهادي إلى طريق السلام. نهانا عن قطيعة الأرحام، وجعل قطيعة الأرحام من أكبر الذنوب والآثام. أسأله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من قطيعة الأرحام، ويجعلنا من المتآلفين والمحبين لبعضهم البعض بعد الليالي والأيام. وأصلي وسلم على سيدنا محمد سيد الأنام ومصباح الظلام، وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام. أما بعد، فقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن صلة الأرحام، ونخصص هذه الحلقة للكلام على قطيعة الأرحام. إذا كانت صلة الأرحام من الأعمال الصالحة، فإن قطيعة الأرحام من الأعمال القبيحة ومن المعاصي الكبائر التي يتعرض الإنسان بسببها لغضب الله ومكته. وقد فسرنا كلمة الأرحام في الحلقة الماضية بأنها إما الرحم الخاصة، وهي رحم القرابة النسب أو رضاع أو مصهرة أو صداقة، وأن الرحم العامة هي رحم الإسلام فكل المسلمين أرحاما مهما تباعدت ديارهم ومهما اختلفت أحوالهم، فإنهم تربطهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرحم المطلوب من الإنسان أن يصلها كما ذكرنا. فما معنى قطيعة الرحم؟ المعتمد الذي حققه الإمام ابن حجر في كتاب الزواجر عن اعتراف الكبائر بأن الرحم، بأن قطيعة الرحم هي أن تعود رحمك شيئا من الإحسان، من البر، من المساعدة، من التعاون، من الزيارة، ثم تقطع ذلك عنه من غير عذر شرعي. هذا يسمى قطيعة. أو تعويده أنك إذا مررت عليه تسلم عليه ثم تقطع السلام عنه وتمر بين يديه ولا تسلم عليه. أو تعتاد أنك تكلمه ثم تهجره وتقطع الكلام عنه. وكل هذه الأنواع يقال لها قطيعة إذا عملتها بقصد القطيعة. أما إذا كان من باب الصدفة أو لشيء من الأعذار، إن الله هو المطلع على نيتك، كما قال تعالى: ربكم أعلم بما في أنفسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. فقطيعة الرحم بالمعنى الذي ذكرناه يعتبر من المعاصي الكبائر الذي يتعرض الإنسان به أولا للعنة والغضب، لعنة الله وغضب الله. وقد ورد في الحديث القدسي: إنني إذا رضيت عن عبدي باركت وليس لبركتي نهاية، وإذا غضبت على عبدي لعنت ومحكت ولعنتي تلحق السابعة من الولد. فإذا عرفت معنى القطيعة، فإن قاطع الرحم أولا ملعون بنص القرآن الكريم. قال تعالى: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال بعض المفسرين: تشير الآية في قوله فأعمهم وأعمى أبصارهم أن قاطع الرحم يتعرض في آخر حياته للعمى والصمم، ولهذا قال فأصمهم وأعمى أبصارهم. وإذا عمي بصره سوف تعمى بصيرته أيضا. ونص القرآن الكريم أن قاطع الرحم من الخاسرين، يعتبر من الخاسرين بنص القرآن. قال تعالى: ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وفي آية أخرى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
أي الدخول في النار أعاذنا الله منها. وتزول قطيعة الرحم بإعادة ما كنت تعداد لهم وبالسلام عليهم. وقد أباح الإسلام للمسلم عند الحاجة أن يهجر أخاه لمدة 3 أيام فقط بدون زيادة، وذلك مراعاة للطباع البشرية، إذا حصل بينه وبينه خلاف ثم بعد 3 لا يجوز له أن يستمر على ذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا عن هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أباح القطيعة والهجر لمدة 3 أيام فقط، لأن هذا مراعاة للطباع البشرية، وخصوصا بالنسبة لشخص الحاد الطبع أو الذي هو عنده هواء، وهذا ربما يتسامح في حقه لمدة 3 أيام. ولن تنتهي 3 أيام إلا وقد خمدت حدته وسكان غضبه، وحينئذ لا يجوز له أن يواصل الهجر، بل لا بد أن ينهي القطيع حالا بالزيارة وبالسلام على رحمه، إذ أنه لو طالت مدة الهجر ربما يستعين كل واحد من الطرفين بأصحابه وقبيلته فيشتد الخصام، وربما يؤدي بعد ذلك إلى حرب شعواء. لأجل هذا منع الإنسان أن يستمر بالهجر في هجر رحمه أكثر